هلا والله يا هلا والله. أهلا تو ما نورتونا بيت مبارك يا هلا والله. هلا هلا عشتي عشتي يا صناعة. هلا والله رايكم بس ايش رايكم؟ يعطيك العافية. تفضل. كل عام وانتم بخير. لحظة 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 انتم بخير بدون سوالف من غيري؟ لا لا ما راح نبدا شيء ما راح نبدا شيء ترى كذا دايم ما تحب احد يسولف الا لما تجي وتجلس طبعا عشان اسمع ايش السواليف حبيبي. انا ما ادري ابو غلا كأنك شوي صاير رسمي ما اعرف لا بس اول يوم انا والاخ هذا يوم جميل يعني جايين من سفر. ليه بالمطار لهنا مباشره المطار عليه والله الحمد لله السلام الله يسلمك الحمد لله السلام ضيوفنا حلوين بعد الحمد لله صح الحمد لله القهوه بارده القهوه بارده يعني ترى والله كنا قاعدين ننتظر ساعه لما تاخرتوا علينا وبعدين اول مره اشوف قهوه تتقدم طفريه العاده تصب وتنحط يعني بس يلا حبيبي ترى هذا انت قاعد تقول يعني ما راح عشان ما راح تخيل لو انكبت على القهوه ايش سوينا. اي هذا المصحي لا صحيح لا صحيح معك احنا على الهواء ما في مجال صح ولا لا. فانا كيف اجواء رمضان بالنسبه لكم؟ خلينا نبتدي فيك يا ابو غلب بحكم ان التلكيب توني واصل انا وين اجواء رمضان كيف يعني انت بس يعني انا تقطع قلبي انا الوالده عندنا جروب للعائله مرسلين لي فيديو صمات وطبخة وتجمعين كلهم فقدناك يا خالي يا أبو غالة ويطبون الشوربة. طبعاً أمي اللي فقدتني إخواني قاعد يحروني بالأكل ومعرفين إن والله العظيم يعني كنت خجول ولا كنت مشاغب؟ أنا كنت من الناس اللي يتنمرون عليهم افهم لا يعني أكثر من الخجل لا يعني يتنمرون علي عشان كذا في ردة فعل عنده أي صح طبعاً. معلومة جديدة نعم طيب حلو والله حلو ترى على فكرة أنا يعني ما أعرف فلسفتي تقول إنه ممكن الطفل اللي كان هو صغير بشكل يعني خجول أو شيء تنقلب موازينه لما يكبر والعكس هذا أكبر مثال ما شاء الله أكبر مثال طيب خلينا نشوف أجل فايز شوف التحليل النفسي حقك اللي سويتيه لي قبل حيمشي عليه الحين ضحكت علي ضحكت علي ب 16 سؤال وأثريها قارية كتاب وجاي طبقة علي وأقنعتني إن هي قاعدة تحللني نفسيا الله يا حي الله من جانا فايز شو أخبارك غير موضوع فايز كيف طفولتك هل هي مشابهة لطفولة أبو غلا يعني هل كنت خجول مشاغب وين نشأت كيف بديت والله أقدر أميل لك على المشاغب أكثر يا مسلم كنت جدا مشاغب ها نظرية ها أثبتت أنه والله لا بوهت أبوهت مشاغب واضح لا هذا مشاغب حرام طبعا فايز هادئ الآن لا لا شوف والله قبل كنت جدا جدا مشاغب كنت جدا مشاغب أوكي كنت راعي مشاكل وأشياء طبعا مو مفروض أنكم تسوونها كنت انحاش من مدرسة ولا احب ادرس ولا اسوي اي حاجه تماما طبعا رحت امريكا لاني قاعد ادرس لغه عفوا بزنس فبدأت في اللغه كذا ولسه للان ماني مهتم في الدراسه ابغى ادرس لغه عشان اتكلم واسولف مع الناس فجاه جاني مدير المعهد قال فايز ابغاك تمثل قلت ايش اصلا امثل قال مسرحيه عشان اخويا كلهم يحضرون معنا تمام ايه فقلت ما اعرف اعطاني عرض مغري قال لي وش رايك ننجحك في كلاس وتمثل معنا قلت نجحني قال لي هذا اكبر مغريات بالنسبه لي ان انحاش في الكلاس يا سلام فرحت اعطوني كورس هذا شهور تمثيل مسرحي بديت اتمتع بالشيء هذا يوم طلعت اول مره على المسرح كان شعور جديد اني انا اصلا ما مثلت انا كنت ابغى اكون هناك بس حلو فهنا الناس انبهروا انه اوكي شيء جميل قلت انا ما مثلت قالوا هذا التمثيل حلو انك انت ما تمثل إنك يا سلام يا سلام وهنا هنا هنا هذا الشيء اللي يجمع ما بينكم اللي هي الشهره السريعة الشهرة اللي جت في مكان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عظيم بسم الله ما شاء الله كيف ما أدري ليش حسيت من طريقة كلمتك إنك قاعد تذب مو قاعد تمدح لا لا قاعد مدح هي مدح حبيت الشهرة السريعة ولا ما حبيت الشهرة السريعة ما حبيت الشهرة ليه ما أحب الشهرة بناتك طيب لما شافوك وكذا أنت مشهور والناس بناتك غلا وتعالى لما شافوك والله يجب أنا بنتي غلا قالت لي كلمة يعني لما بدأت تكبر وتوعى تفهم شي قاعد يصير ليش بابا في التلفزيون وليش عمه كمان في التلفزيون عمه ايه وليد قلت بابا بقول لك سر قلت أقول يا بابا قلت بابا أنا مبسوطة من العائلة هذه قلت لي كان عمه مشهور بابا مشهور حبيبي فايز لبي. الوالدة طمني عنها بالله كيف والله مبسوطة طبعا اليوم كان مفاجأة بالنسبة لها كيف أنا طرت جيت هنا تقريبا الساعة 12 ما كانت تدري كتبت لها كيف حالي غايب انا شهرين مطول إيه. كيف حالك امه قالت تمام قلت وين قالت في البيت قلت افتح الباب قالت تستهبل اي والله فطق طق تفتح لها في وجهها هنا كانت مفاجاه لحظان شوف الدموع اي والله دموع فعليا فكانت لحظه جميله واليوم افطرت معها الحمد الله لله اول يوم رمضان الله يحفظكم من تصومون رمضان برا السعوديه هل في اختلاف كذا عن صيامك رمضان في السعوديه ولما تسافر شغل وزي كذا هل في تحس في اجواء رمضانيه عندنا في السعوديه مختلفه عن الاجواء الثانيه انت لما كنت في امريكا لحقت على رمضان رمضانات مو رمضان
تفضل احكي لي عن واحده عشان ارد عليك بواحده. لمه الاهل والقعده هذه مختلفه تماما. يعني في رمضان مبتعثين، كل واحد يصلح له صحن، اللي يقدر يطبخ طبعا يصلح له صحن من هنا من هنا من هنا، ويجمع على طاوله ناكل مع بعض. بس ما فيها الروح الرمضانيه اللي اسميها اللي تلقاها في السعوديه. يا سلام. قدام الشاشه اهلك فهمتوا، والاكل كله كذا قدامك، يعني شيء جميل. في روح في السعوديه جدا في رمضان الله جدا الله. انا ما افتقدت كثير رمضان، دائما رمضان في السعوديه يمكن مره واحده بس لما كنت في امريكا زمان. بس انا في حاجه نفسي اجربها، نفسي اجرب رمضان في مصر. نفسي اجول اجرب الاجواء المصريه. ترى جربت انا رمضان في مصر قبل. كانت شوارعهم ما شاء الله مزينه دائما، الفوانيس والامور هذه بالشوارع عندهم، كانوا يحطون الشعب طيب كذا، تحس ان الكل جالس يتشارك هذه الوجبات مع بعض، يعني تلاقون الجيران كلهم بالشوارع ما شاء الله. قصدك مائده الرحمن؟ اي مائده الرحمن بالضبط على شوارعهم ما شاء الله. انزل قدرك من اي عماره وحطها على الطاوله دي والكل. طيب انا ودي اسال مغلى شيء صراحه، عندي فضول، ابي اتاكد من صحه خبر ان انت كنت تشتغل في بنك قبل 15 سنه صح؟ نعم. لا انا اشتغلت في بنك لمده 15 سنه. وبعدين صرت فجاه واحده عن طريق ظاهر سكتشات كنت تسوي، فجاه واحده انطلقت من ناحيه التقليد، بدات تقليد. لا 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 انا كنت في بنك، اقول اسم البنك عادي؟ لا 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 ما غير اسم البنك. هو بنك لونه ازرق ابيض. فالمهم انه هو جنبنا هنا. اوكي.